الفنان هو الممثل المسرحي بحر الرحالي، كان حاضرا في الندوة الصحفية لمهرجان نوار الملح بصفته مشاركا في أحد عروضه، وأيضا كعضو في لجنة التحكيم للمسابقة التي تم توجيهها لمواهب من أبناء العائلات المعوزة وذوي الدخل المحدود ومن ذوي الإعاقة. بحر الرحالي تحدث عن مواهب مشاركة علقت في ذاكرته. أنا أريد معاقين ولو كلمة، احنا كل واحد اعاقته في مجد يحركوا في العرائس، يعني بدع رجع حكايته عن طريق عروسة صنعها، شيء غريب الكومبليسيتي اللي عملها بينه وبين روحه وبين شيء صانعه. هو بعد ما خرج، بعد ما حرك العروسة وشفناه تحير فيه كيفاش كان واقف، كيفاش كان يحرك في العروسة. السيد كرمه رئيس السيد رئيس الجمهورية للدرنيرمون من من فان جوغ، بانتور ناطقة. مشاركون عديدون وفي مجالات ثقافية متعددة أثاثوا المسابقة، وكان فيها التتويج لثلاثة مبدعين ستقدم لهم وزارة الشؤون الاجتماعية وشركاؤها في مهرجان نوار الملح الآليات والدعم الضروري لصقل موهبتهم، ليفتح معها الباب أمام أولى خطواتهم لمواصلة مشوارهم الفني والإبداعي. مشاركات جاتنا من المراكز نتاعنا نتاع الدفاع والإدماج للنهوض الاجتماعي، وعملوا معناها طرز، وبعد تم تتويج ثلاثة متسابقين. الأعمال فايزة عندنا أشرف الميري في الرسم، وأريش بن حسين في الكتابة في الرواية اللي في عين، ومركز الدفاع والإدماج بالفحص في المسرح. وتندرج هذه المبادرة ضمن فعاليات مهرجان نوار الملح في نسخته الأولى، وهو مهرجان ثقافي فني موجه لأبناء المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي من داخل تونس وخارجها. ميزانية المهرجان هي حدود 280 ألف 300 ألف دينار. البرنامج هذا هو يرتكز على خمسة عروض، عن عرض افتتاح، ثلاثة عروض بالجهات وعرض اختتام. عرض الافتتاح بمسرح قرطاج، عنا عرض بمدينة الكاف، عنا عرض بمدينة القروان العلاء، وعنا عرض بتوزر، وعنا عرض الاختتام اليوم باش يكون إن شاء الله بالملاسين. مبادرة تتقاطع في أهدافها بين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، ونوار الملح مهرجان يسعى إلى تكريس هذه الأهداف وفق مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية.